تتوارث الأعراف والعادات والتقاليد القديمة للأسف اللي تقيد المرأة، فشئنا أو أبينا هذه العادات والتقاليد تبقى وتسري في عروق بعض العوائل والمناطق أيضا للأسف الشديد. الحالة هي عبارة عن حالة تبادل، عذرا على الكلمة، ولكن حالة تبادل سلعي بإنسانة تسلب منها إرادتها وحريتها وقولها الحق وتقدم كهدية لبيت آخر. الظاهرة حوربت ووجهت من قبل أناس كثيرين، ومنها المنظمات النسوية التي حاولت توعية وتوجيه النساء لكي يكونوا على وعي
بخطورة هذه الحالة ولكي يتجنبوا حدوث هذه الحالة. الحالات متواجدة للأسف الشديد، حالات الحرق، حالات الاضطهاد، حالات الانتحار الشخصي من قبل النسوة، هاي حالات يومية للأسف الشديد وبكل صراحة. كالمركز الثقافي أو كجهة تناظر من أجل حقوق المرأة، لدينا إحصائيات موثقة من خلال مستشفيات ومن خلال الأماكن التي للأسف الشديد تقابل السيدات المحروقات. Thank you.